مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا التاسع، اما بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا التاسع الخاص بالاذاعه الابكار، هنا ايضا المحليات الاصايل من هجن اصحاب السمو والشيوخ على ارضيه هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائيه الجميله هنا بهذا الاداء المميز الجميل. نتابع هذا الأداء، نتابع الانطلاق، ونتابع التحدي، نتابع مذيار من انطلقت على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مرها غانم بن مصر بالقوبع هنا المنصوري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني الحذرة من تاتينا على المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابعها احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ومن حاشه تتدخل هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا مرهب سري بن سالم بالعرطي الحميري، هناك ارى ابو بطي هناك ايضا ينطلق في هذه اللحظات بشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك مزنة المنطلقة فارش بن مبارك بالقوبع، من يتابع مزنة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع هناك القدوم في هذه اللحظات والتحدي والإثارة. هنا الوصول في هذه الانطلاقات الجميلة، هنا أيضا الشامخة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، من تتدخل على المركز الخامس يتابعها يمعة بن عتيج بن يمعة الرميثي بهذا الانطلاق المميز الجميل. سادس المراكز الوصول ثروة من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، هنا الليمونة قادمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة، ايضا قادم ببطء بالتحديات الجميله الكايده، هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيف بن احمد بن خريده في متابعتها المنطلقه الثامنة المركز التاسع. تاتينا هنا ايضا شقره لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عتيق بن سالم بالعرض الحميري في التضمير، ومنصوره قادمه من هجن الشحانيه جابر بن سالم بن فاران المري في تضميرها المنطلقه هنا بالتحديات بالإثارة على تاسع المراكز، وبهجة في المركز العاشر من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذه التحديات المسائية الجميلة هنا جولتنا الثالثة المنطلقة من أشواط هذا المساء، تاسع أشواطنا في مسيرة الأشواط هنا 16 شوطنا المنطلقة بالتحدي هو بالإثارة. نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى مزنة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. مزنة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا أبو بطي طارش بن مبارك بالقوبع، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات هو الإثارة. ما شاء الله على صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي المركز الثاني، المركز الثاني، وتأتينا هنا مذيار على المركز الثاني، مذيار المنطلقة على ثاني المراكز سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد
سعد المكتوم يتابعها احد شباب نادي الشباب. هنا غانم بن مصر بالقبع في التضمير من ينطلق على المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث تاتينا هنا من حاشة بهذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري على المركز الثالث. بينما المركز الرابع ثروة قادمة على المركز الرابع بالعاصفة وهجنها هنا بقيادة غياث الهلالي. وعلى المركز الخامس منصورة من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فران من يتابعها والشارخة من الجانب الآخر لحفيد قلب الأمة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج بن يمعى بن كسل الرميثي في تضميرها أبو خليفة من ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. هنا بينما المركز السابع والانطلاقة هنا من بينونة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة من يتابع بينونة بهذا الانطلاق المميز الجميل. وهناك تاتي الحذرة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم وفي المتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذه المسيرة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام تاسع المراكز الوصول هنا ايضا من شقرة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم يتابعها عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وهناك بهجة عاشرا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي والعاصفة قادمة برباعية متميزة سوف تنضم الى ركب المقدمة. نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود الى مزنة على الصدارة مزنة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم هو بقيادة طارش بن مبارك بالقوبة مضمر الشرق الأوسط. هنا من ينطلق بالتحدي بالإثارة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني مذيار على ثاني المراكز هنا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد احد شباب نادي الشبه غانم بن مسهر بالقوبة المنصوري من يتابعها بهذا الانطلاق المميز الجميل. وعلى المركز الثالث القادمة هنا ثروة من هجن العاصفة غياث الهلالي في المتابعة منصورة أراها هنا أيضا تنطلق في هذه اللحظات. منصورة من هجن الشحانية جابر بن سالم مفاران المري في التضمير في هذا الأداء. أرى العاصفة هاجمة ببهجة وكذلك هناك في هذه الانطلاقة الجميل. الله التحديات ولكن مذيار على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور تسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مذيار بهذا الانطلاق المميز لسمو الشيخ سعيد بن سعيد بن مكتوم يتابعها غانم بن مصر بالقوبة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. منصورة قادمة بهذا التحدي الجميل. هنا من هجن الشحانية جابر بن سالم مهران في التضمير. عادت مزنة سيدي صاحب السمو ياق محمد بن راشد بن سعود المكتوم يتابعها طارش بن مبارك بالقوبة بهذا الانطلاق الجميل. الله هنا بهذا الأداء المميز. إذا مزنا على الصدارة مزنا على المقدمة على المركز الأول نسيطر على زمام الأمور ومذيار من الجانب الآخر. مذيار ومزنا الله التحديات مع عمالقة المضمرين الله ولكن مذيار الله ولكن مذيار تهانينا سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راهب بن سعود مكتوم. شكرا يا شباب نادي الشباب غانم بن مصر بالقوبة. المركز الثاني كان من نصيب مذيار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب
سعيد المكتوم مزنة، المركز الثالث منصورة من هجن الشحانية، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الحذرة، خامسا هجن العاصفة. ونعود إلى التوقيت الزمني، نعود إلى التوقيت الزمني والتحدي ما شاء الله مع عمالقة المضمرين هنا. سلام، ولكن مذيار من أعلنت الفوز والناموس لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم مع غانم بن مستر بالقوبعة. شباب رد الشبا ينتزع الفوز والناموس بتسع دقائق 22 ثانية 4 من الاقزامين الثانية. المركز الثاني هناك مزنة سيد صاحب السمو شيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، وفي التضمير طارش بن مبارك بالقوبعة تسع دقائق 22 ثانية 5 من الاجزاء من الثانية. المركز الثاني منصورة من هجن الشحانية بقيادة سالم بن جابر بن سالم بن فران المري بتسع دقائق 24 ثانية جزء واحد من الثانية. هو التوقيت الزمني في هذا الانطلاق.